سؤال عن الحصان الكبير في السن او الفرس الكبير في السن، 10 سنوات 9 سنوات 12 سنه 17 سنه، هل ممكن تثق فيك زي ما تثق فيك الامهار؟ هل ممكن تحصل على نفس الثقه مع الخيل الكبيره في السن او لا؟ في رايي طبعا، وهو ليس رايي هو واقع، لاني جربته وشفت ناس جربوه، لا نقاش فيه انك تستطيع ان تحصل على نفس النتيجه، لكن نفس النتيجه زي ما قلنا مو بالدرجه، يعني ممتاز ممتاز، جيد جدا جيد جدا، جيد جيد، مقبول مقبول حسب طريقه ركوبك، لكن نفس النتيجه غير نفس الدرجه، يعني بحصل على نفس النتيجه لكن الدرجة تختلف، قد يكون الحصان الصغير يعطيني درجة أحسن، قد يكون الحصان يعطيني درجة أحسن، لكن كلهم يعطوني نفس النتيجة. يعني كلهم مثلا وقفوا، كلهم ما لما يخافون ما ينطلقون، كلهم قلت لهم تحركوا تحركوا، كلهم يعطوني نفس النتيجة، نفس الحركة، لكن واحد سوى أحسن من الثاني بشوي، لأنه مركوب أحسن أو لأنه أصغر. طبعا أنا أتكلم عن الحصان اللي مركوب خطأ. يعني حصان كبير في السن مركوب خطأ وأنت تركب ركوب أحسن فشريته أو أخذته. فأنت تحاول تحسنه، اللي يركبه قبلك أقل منك. لكن لو كان العكس، الشخص اللي ركب الحصان أحسن منك، بعضك أنت بتخربه. لكن تقل منه. فأنا أتكلم عن حصان مركوب خطأ سنين ثم أنت ركبته صح، فهل يمكن يثق فيك زي ما تثق فيك خيلك أو الخيل الصغيرة اللي جربتها؟ في رأيي لا نقاش فيها، ولا زي ما قلت ليس رأي، واقع شفته جربته لا نقاش فيه، نفس الدرجة نفس الثقة، لكن مو هو بنفس التقدير، نفس التقدير لكن ليس نفس الدرجة. يعني زي ما تقول ممتاز يبدأ من 90 وينتهي ب 100، إذا قلنا في الخيل ما في 100، فنقول حد 99، 90 و99 في الشهادة كلها مكتوب ممتاز ولا، لكن الدرجة تختلف. فممكن اخذ 99 مع المهر، 90 مع الكبير، لكن كلهم ممتاز. لكن يجيك واحد يقول والله اخذت 95 مع المهر واخذت 70 مع الكبير، معناته شغلك خطا، مو صحيح، معناته صدفه مشت معك او حظ، او ما فيش صدفه او حظ وقدر، لكن قصدي يعني معناته الحصان مشالك، لكن الخياق يحصل على نفس النتيجه مع الحصانين، لكن الدرجه تختلف، راجع للحصان، راجع للدم، عده امور اخرى. طبعا يجيك واحد يقول ليش يقول مستحيل او صعب انك الكبير يثق فيك؟ سهل، ما بني على باطل فاصله باطل، هم بنوا الكلام هذا زي ما قلنا، يعطون قواعد معينه بناء على كلامه اللي هو كله خطا. لو كنت تركب طريقه خاطئه لا، كل كلامهم صحيح، ولكن اذا ركبت ركوب صحيح تنسف جميع اللي قالوه، اللي يقولونه مبني على طريقتهم الخاطئه اللي هو ايش يستعمل القوه. ففكر فيها، حصان كبير هم يستعملون القوه مع هذا ومع هذا يكون خطا، حصان كبير بيستعمل القوه اكثر من الصغير ولا لا؟ فلما يستعملون مع القوه اكثر يحوسهم يلعب مو زي الصغير، يقول والله صعب، هو صعب ولا طريقتك خطا؟ ف ينسبون الخطا للحصان انه قوي، مو بانه قوي، انك انت تستعمل القوه اكيد يغلبك حصان كبير، لكن لما يجيك واحد يركب صح القوي زي ما يستعمل الطريقه الصحيحه او الخيال زي ما قلنا ما يستعمل القوه، معناته كبير او صغير شو فرق؟ انا ما راح استعمل القوه كذا ولا كذا، ممكن ذا يفهمني اسرع واحسن لانه ما قد تعلم خطا، يعني ما قالوا طازج توه، فانا اكتب صفحه جديده ورقه جديده، لكن هذاك مكتوب فيه اشياء خطا فامسحها بالطامس ومزيل ثم اكتب فوقها. فصعوبته بالنسبة للخيال مو بالله قوي، انه معلم خطأ، فانت تمحي الخطأ ثم تعلم الصح، لكن بالنسبة اللي يركب خطأ صعوبته انه قوي لانهم يستعملون القوة. فهو شو الفرق اللي يخلي القوي الكبير في السن مو بصعب مع الخيال وصعب مع الغشيم؟ ان الغشيم يستعمل القوة والخيال ما يستعمل القوة، اذا استعملت القوة الكبير اقوى فيحوسك، اذا ما استعملت القوة الكبير نفس الصغير ما في مشكلة، اللهم مركوب خطأ وتمحي الخطأ ثم تضح الصواب فيه. فمو صحيح ابدا انه مستحيل مثلا تخلي الكبير يثق فيك او شيء، لا كبير وصغير 16 سنه 17 سنه 20 يثق فيك، لانها بالنهايه زي ما قلنا الخيار هي التحكم التام، والتحكم التام ياتي عن طريق الثقه التامه. تبغى تحكم تحت الخيار عن طريق الثقه، يعني ثقه تقود الى تحكم تقود الى الخيار، ثقه تامه تقود الى التحكم التام تقود الى الخياله او الفروسيه او الخياله الحقيقيه التامه. إن شلت تام من واحدة راح التام من الثلاث الباقيات أو الثنتين الباقيات. في فرق بين تحكم وتحكم تام، بين واحد يركب بين خيال، بين شخص يركب بالطريقة الأصح أو صحيحة وواحد يركب على مدى، طبعا أتكلم عن الطرق ما أتكلم عن الأشخاص، لأن الركوب بالنهاية موهبة. ممكن يجيك شخص تعلم ركوب موهبته أحسن منك يصير أحسن منك، لأن موهبته أحسن منك. نعم أنت عندك خبرة أحسن من يحترمك أو اللي هو، لكن موهبته أحسن منك فصار أحسن منك، ليش لا؟ فالخيانة في البداية موهبة، ولكن لابد الموهبة تطلع، مو أي واحد عنده موهبة بيصير أحسن، لابد الموهبة تطلع. كيف الموهبة تطلع وأنت عندك ناس يخربون ركوبك يوجهونك خطأ؟ الطريقة الوحيدة لتوجيه الموهبة بالشكل الصحيح أو إخراجها هي إن شخص يعلمك صح أو الحصان يعلمك صح، وهي أفضل شيء، الحصان يعلمك بدون ما حد يتدخل في شغلك. طبعا زي ما قلنا الحصان يعلمك معناته لازم ما تشوف أحد ولا تاخذ معلومات من أحد، وهذا صعب في وقتنا الحالي إنك تشوف ناس يركبون خطأ قدامك.
فلا شعوريا تاثر فيهم، حتى لو ما اخذت منهم معلومات تتاثر عن طريق النظر. لكن في الماضي تركب بحالك انت حصان في وسط صحراء، يلا تعلم بسرعه. وافضل طريقه للتعليم هي الحصان. ولكن دائما الناس بيخربون طريقتك، يجيك شخص يشرح لك صح يسرع طلوع ركوبك، بدل ما تعلم سنه تعلم اشهر، بدل ما تعلم بعشر سنين تعلم سنه سنتين. ولكن هو ما سوى شيء، فقط سرع طلوع الشيء اللي المفروض يطلع. لو تقول تأجل المحتوم او تبكر المحتوم، هو حاصل حاصل، فانت بكرته بس او اجلته. اجلته عن طريق الشرح الخاطئ او بكرته عن طريق الشرح او المعلومات الصحيحه. هذا رايي عن موضوع الخيل كبار في السن، كيف تخليها تتخليك او هل ممكن تخليها تتخليك؟ في راينا النقاش فيها نفس النتيجه، درجه ممكن تختلف ممكن ما تختلف، ممكن يعطيك درجه احسن ممكن يعطيك درجه اقل، لكن النتيجه يعطيك اياها. ان كنت تركب خطا اثنين بيمشون معك خطا، ان كنت تركب صح اثنين يمشون معك صح، ان كنت تركب ركوب اصح اثنين يمشون معك مشي اصح. ممتاز ممتاز، جيد جدا جيد جدا، جيد جيد، مقبول مقبول، ضعيف ضعيف، راسب راسب. فهذا رايي عن الموضوع هذا.